السلام عليكم أعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم في قناة صلاح للتنمية الذاتية والترفيه. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وهي كحلقة أولى من سلسلة عافية وغذاء الجسد. مرحبا بالجميع. خلق الله الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، فضله بالعقل وألهمه البصر والبصيرة. هذا العضو الفعال كي يؤدي مهمته يتلقى غذاءه من وجهتين. الوجهة الأولى هي الوجهة الداخلية، وهي واجهة اللاوعي واللاشعور التي تتمثل في العقل الباطن، والواجهة الثانية هي الواجهة الخارجية التي يمثلها الجسد، ويكون منطلق هذه الواجهة الخارجية هي الحواس الخمس، ومن ثم إلى الأعضاء الداخلية للجسم، ومن هناك إلى العقل. إنه طريق سيار يربط بين العقل وأعضاء الجسد. نمد العقل بما يحتاجه من غذاء. إذن عافية وغذاء العقل تتوقف على حالة هذا الطريق السيار، تتوقف على حالة أعضاء هذا الجسد، وعلى حالة وعافية الحواس الخمس لهذا الجسد. ولهذا أعزائي عزيزاتي، حضرنا لكم باقة من الحلقات تحت عنوان عافية وغذاء الجسد. نحاول في هذه الحلقات إظهار أهمية عافية الجسد بمختلف مرافقه، وكذلك أهمية عافية الحواس الخمس. فالمثل يقول: العقل السليم في الجسم السليم، والجسم السليم في البيئة السليمة. نعم، عافية وغذاء الجسد هو موضوع هذه السلسلة، نبرز فيها كيفية الحفاظ على عافية وغذاء أعضاء هذا الجسم. سواء كان هذا الغذاء معنوي أو مادي أو روحي،
فالعافية هنا هي السلامة من كل نقص، هي الصحة التامة. عافية الجسد هي سلامة هذا الجسد من كل مكروه، هي سلامة هذا الجسد من الأمراض بمختلف أنواعها. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أقول لكم أعزائي المشاهدين، عزيزتي المشاهدات، سهمكم العافية. أتمنى لكم صحة جيدة وكاملة، صحة جسدية وروحانية كاملة في هذا الشهر المبارك، ورمضان مبارك كريم. انتظروا حلقات سلسلة عافية وغذاء الجسد. كونوا في الموعد. مرحبا بالجميع. أستودعكم الله.